سؤال أقول عندي Graphie ميزي موزة سايلاندكى بير انجكي يلا göre بير انجكي يلا göre هاي أهم كلمة في الموضوع بير انجكي يلا göre يعني بالمقارنة مع اليوم اللي قبل السنة اللي قبلة ارطش ارطش يعني ارتفاعها أهم شيء ازدياد ما هو لتحت لفوق يعني اكثر قال hangi yıl gerçekleşmiştir لاحظوا هذا الرسم عب رسم لي انه في عندي ميوزي وفي عندي يلات بال2006 كان في عندي 175 واحد بال2007 165 بال 2008 159 2009 183 زادوا كثير 2010 زادوا شوي لل185 و2011 زادوا وصلوا لل189 فلاحظوا الزيادة اللي عم بتصير قيمت أول شيء بال 2006 ل 2007 نقصوا ما زادوا ما في قاطش ما في قاطش على الخالص من بعدين من 2007 ل 2008 نقصوا كمان بلشوا يزيدوا قيمت من 2008 ل 2009 بال 2009 شقد صاروا 183 لاحظوا معناتها بال 2009 كانوا 150 59 طلعوا لل 180 83 فالارطش الزياده اللي صارت 183 ناقص 159 مبينه يعني بنحسبها حساب بطلعوا 24 ميوزي ازدادوا 24 واحد طيب بال 2010 والله بال 2010 كمان زادوها ها السنين اللي قبل ما حسبتهم ليش؟ لانه ما فيهم ارطش ما فيهم زياده بال 2010 ايش قد زادوا؟ والله كانوا 183 صاروا 185 يعني الأرطش الزيادة اثنين بس ما زادوا كثير بال 2011 كانوا 185 صاروا 189 فالأرطش اللي صار بكل بساطة أربعة بين 189 راح 85 فلاحظوا مين هو العام اللي صار فيه زيادة أكثر شي اللي زاد فيه العدد أكثر شي مو اللي فيه صار العدد كثير كثير مقدار الزيادة بالنسبة لليوم اللي قبله، ها تنتبهوا على السؤال كثير. بير ان جاكي بالمقارنة مع السنة اللي قبله قد زاد أكثر الشيء؟ والله اللي أكثر الشيء زاد هو عام 2009. لأنه بال 2009 زاد 24 واحد. بتقول يا أستاذ بال 2011 وصل لل 189 أكثر. بقول لكم لا، أنا ما عم بسأل مين أكثر الشيء صار عدد. مين بالنسبة للي قبله صار زيادة؟ والله اكثر شيء 2009 صار فيه زياده 24 عن اللي قبله سؤال عم بقول ميزي ان فازلا عدد اكثر عدد كان في اناز واقل عدد كان يلاردا ميزي سايلارن فار كاتشتر حسبوا لي اكثر عدد كان شقد اقل عدد وخذوا الفرق والله اكثر عدد كان 189 بكل بساطه بال 2011 كان هذا اكثر شيء صار فيه ميوزك اقل عدد كان بال 2008 كان عندهم 150 59 الفرق بيناتهم 189 وال 159 الفرق بيناتهم 30 بين كثير كثير هون ما في ارتش وما ارتش هون اكثر شيء واقل شيء هذا بسيط جدا السؤال بعده ميزة صيالة رندا هانجيل بير انجاكي لاغوري هاي هتنطفو لها بالمقارنة مع السنة اللي قبله مثل أول سؤال حليناه ديشيم ايناز أول مشتور ديشيم شو معنى كلمة ديشيم تغير تغير يعني إما زيادة أو نقص فنحن نحسب التغير اللي صار والله بالسنة 2007 عن 2006 من 175 نزل لل 165 معناتها نزلت 10 تغيرت العدد تغير 10، طبعا بنزول بال2008 من 2007 ل2008 شو صار من 165 نزل على 159 يعني التغير كان 6 لتحت بال2009 انت حسبناه نط لفوق 24 وحيد التغير كان 24 بطلوع بال2010 نط فقط 2 بال2010 ل2011 زاد فقط 4 عم بسالني مين التغير الاقل؟ ايناز والله ايناز كان اثنين قامت 2 بال 2010 بال 2010 لاحظوا بس ازدادوا 2 بنوا متحفين فقط من 183 لل 185 يعني الجواب هو الجواب ب جرافيك بير ايلينين ايلك هارجمالارو مصروفات عيله عيله عندهم مصروفات بصرفوا على الصالك، صحة، الكرا، قضاء، ديار، أيتيم على التعليم وعقل جاوب على الأسئلة، شو مكتوب بالأسئلة؟ تعالوا نقراهم. غرافييغوري صالك ايشين 540 ليرة، الصالك 540 تيلة عم فيها اللي هي كزاوية إذا طلع على زاوية الصالك شقد هي 108 درجة طيب ممتاز عبقلي لي يام بير ايلينين قضا هاجا سكر والله القضاء ما بعرفش قد بس بعرف انه كزاويه القضاء عندي 100 فصار كاني هلا السؤال بكل بساطه هذا اذا بتتذكروا الاوران والاورانت اللي هو هاي بسموه دورو اورانت انا اذا عندي 540 180 طيب اذا عندي كم ليره بيعطوني 100 درجه؟ انا اعطيتكم هذيك المره طريقه بجوز ما كثير كثير عجبتكم هاي نحن كنا بنسميه اكس اذا بتتذكروا يعني علموكم هيك يفترض بصف السابع وصف السادس مثلا هون الهرجة. هارجا ما إيش هون اتش كل ما زادت الليره بزيد الزاويه فتعرفوا كنتوا تضربوا هيك بهيك تضربوا الطرفين بالوسطين تقولوا 108 ضرب اكس

انا فعليا ما بروح بقسم بروح بسوي اختصار شو يعني اختصار صاد ليش ترمي بقسم اللي فوق على تسعة انتبهوا علي شو عم بحكي ها رح اقسم على تسعة رح اقسم تحت على تسعة أربعة وخمسين ألف تقسيم تسعة بطلع ستة آلاف مية وثمانية تقسيم تسعة بتقسموها انتو لازم ها بطلع اتناش طيب بعدها رح أقسم على ستة تنتبهوا ها على شو عم بقسم مشان ما حدا يسألني على شو عم ها تقسيم ستة ستة آلاف تقسيم ستة والله ألف إتناش تقسيم ستة اثنين او ممتاز ألف تقسيم اثنين خمسمية يعني الجواب هو خمسمية طبعا هاي الطريقة أنا ما حليت فيها أنا أعطيتكم طريقة تانية أنا بعتبرها أبسط تنتبهوا لها شوي مشان بعدين تسالوني اسئله ها تنتبهوا شوي عليها انا شو كنت على اسوي كنت اقول ال 540 تيلي تعطيني 108 درجات اجي اروح اسوي صاد اشترمي في الطرفين شلون يعني يعني اروح اقسم على 2 مثلا 540 تقسيم 2 يطلع معي 270 270 108 تقسيم 2 يطلع معي 50 54 بعدين اكمل والله تقسيم 9 يطلع لي 30 مثلا ها عم بقتنع انا تقسيم على 30 انا بدي اوصل لابسط شكل 30 اذا قسمت على 9 يطلع لي هون 6 درجات ارجع اقسم مثلا هون على 6 يطلع لي 5 بتعطيني 1 درجه ابسط من هيك في لا ممتاز انا بدي 100 درجه هي اللي هون القضاء اللي هي 100 درجه اي والله بين ال 100 درجه عم بضرب ب 100 يعني هون ب 100 بيطلع لي 500 هذا هو الجواب اللي انا لقيته hayvanların dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir Kümeste toplam 60 tane hayvan olduğuna göre هاي التمستيف هي 60 حيوان مقسمين طاووق وهندي وأردك بدي الطاووق كلارنسا يصير كاتشتر والله 60 حيوان بشكل عام مقسمين على 360 درجة هاي الحيوانات عددهم 60 مقسمين 360 درجة طيب الطاووق ولا الطاووق هو ايش كم درجه 90 هاي الزاويه اللي هون الكل ينتبه عليها لما بحط لكم هاي معناتها هاي زاويه 90 درجه طيب هاي 90 درجه ولا الطاووق ايش قد نسميهم اكس هلا الطالب الشاطر والفهيم البلطه بسرعه بقول لك مبينه 360 شلون صار 90 هاي تقسم على اربعه معناتها هون 60 تقسمها على اربعه يعني هون قسمت على اربعه فهون منطقيا رح اقسم على اربعه يعني بكل بساطه الجواب 15 اللي ما بلقط هاي الفكره شو رح يساوي بنحط الطرفين بالوسطين هون رح احل بكل الطرق مشان تشوفوهم وتفهموا شو عم بصير 60 هن 360 درجه فالاكس هن 90 درجه ليش 90 تذكروا هذا الرمز معناته 90 درجه لما برسم لكم اياه في الدائره باخذ هذا يساوي هاد بهاد، يعني 360 بإكس تساوي 60 ضرب 90، يعني إكس هي 60 ضرب 90 على 360، بنقسم على 10، بروح هذا الصفر مع هذا الصفر، بنقسم على 6، بطلع 60 تقسيم 6، 10، و 36 تقسيم 6، 6. يعني بطلع عندي 10 ضرب 9 على 6 فيني اساوي صاد ليش ترمي؟ اه فيني اساوي بقسم 9 على 3 بطلع 3 6 تقسيم 3 بطلع 2 فيني اساوي صاد ليش ترمي لسه؟ ايه ال 10 على 2 5 و2 على 2 واحد لاحظوا طلع معي 5 ب 3 على 1 يعني 15 الطريقه اللي انا عم استخدمها الكل ينتبه عليها انا عم بقول 60 بيعطيني 360 درجه بقسم على 10 بيطلع لي 6 بيساوي لي 36 درجه الواحد اذا قسمت على 6 بيعطيني 6 درجات انا شو بدي بدي 90 درجه والله شلون عم بساوي 96 90 درجه اه هو هذا هون لازم نعرف نعرف انه انا عم بضرب ب 15. إذا ما خطر لي بتصير مشكلة عندي، لازم يكون قوي أنا بعملية الضرب والجمع، معناتها الواحد بضربه ب 15 بطلع لي 15 هو 90 درجة، يعني بالطرق كلها الجواب رح يكون 15. السؤال اللي بعده Yukarıdaki grafikte bir kişinin ise geldiği saatler gösterilmiştir. İşin başlama saatinin 8 olduğu bu şirkette ise geç gelinin her dakika için bir TL. Hadi belleş el devam saat 8. Hattili bu hayır rasmi. Eymet ece kil yom pazartesi. Valla ece 7 dakika. Salı ece saat 8. tamamen. چهار اجا ساعة ثمانية دقيقة بير اجا وعشر دقائق جمعة اجا سبعة وخمسين دقيقة أقول بالشرط دقيقة تالي بس واحد اتأخر دقيقة نقصول ليرة بيأخذ جزاء ليرة الكان جالينان هاد دقيقة تالي ادول واللي بيجي بكير دقيقة بيعطوه ليرتين ممتاز دائما واحد بيجي بكير أكثر مشان يكسب أكثر جرافيه في الأخير يا ترى هذا خلال الخمس أيام يا ترى رح يكون عليه جزاء عشرين ليرة ولا أربعين ليرة جزاء. ولا رح يكون كسب له أربعين ليرة مكافأة ولا عشرين ليرة مكافأة والله بكل بساطة منشوف يوم الخميس عفوا يوم الاثنين بازارتي سي ايمت اجا 47 دقيقه ممتاز اجا هذا مبكر 20 دقيقه والله و20 دقيقه هن عم بقولوا كل واحد بيجي بكير دقيقه بياخذ ليرتين معناتها هذا 20 ضرب ليرتين 40 ليره اودول هي اول شيء اودول اخر طيب بالصاله والله الصاله اجا الساعه 8:00 صفر لا سوى جزاء ولا أخا مكافأة لا أدول ولا جزاء ممتاز هذه تشارل شامبا اجى الساعة 8 ونص خرب الدنيا كلياتها متأخر 30 دقيقة متأخر 30 دقيقة على كل دقيقة في جزاء ليرة معناتها عنده 30 ليرة جزاء لازم يدفع 30 ليرة أو لينقصوا له 30 ليرة طيب بيرشامبي أجا 8 و10 متأخر 10 دقائق عندك 10 ليرات جزاء. فلاحظوا لهلا 40 ليره اوديول مكافأة. بعد يوم ما تاخر على الخالص، بعدين راحت المكافأة كلها 30 ليره جزاء 10 ليرات. يوم البيرشمبا كان الاوديول ما مروحين بعض. خالص هذا لا عليه جزاء زيادة ولا اودول زيادة. اجا يوم الجمعة ظبط وضعه. اجا الساعة سبعة وخمسين دقيقة، يعني جاي مبكر 10 دقائق. يعني 10 دقائق كل دقيقة بليرة، معناتها 20 ليرة أودول. معناتها بالمجمل إجمالياً في الأخير صنندكي شو صار معه هذا؟ 40 أودول، جيزا 30، جيزا 10، أودول 20، معناتها في النهاية كأنه أخذ أودول 20. يعني الجزا 40، أودول 60، يعني بالمجمل أخذ 20 ليرة مكافأة زيادة تمام نجي على السؤال اللي بعده شو عم بالسؤال هون رنجيلرين سبور دالارنا غوري عندي كيشي سايس سبور دالو في فوتبول باسكتبول وليبول هاندبول ولاحظوا الا الفوتبول عندي 60 شخص 60 طالب البي اللي هو باسكت بول عندي كمان 60 طالب الجي اللي هو فولي بول عندي 80 طالب والهاند بول هي راح اكتبهم جنبهم هذا الفوتبول 60 باسكت بول 60 فولي بول 80 والهاند بول 40 طالب ممتاز طيب شو الاسئله؟ ولا اول واحد جرافيه غري اوكول داكي اورنجي سايس كاشتر عدد الطلاب والله مبينين هن 60 زائد 60 زائد 80 زائد 40 عم نجمعهم جمع 60 و40 100 180 240 طالب آه اسهل آه شيء طيب السؤال اللي تحت شايفينه هذا اللي تحت فوتبول في هاندبول اوينانان اورنجيلارين سايلارن توبلامي كاتشتر والله بده الفوتبول زائد الهاندبول ام 60 و40 100 الجواب جاهز سهل كثير السؤال اللي فوق انشوك في ان از ترجيح ادي دالارن ارسن دكي فوق اكثر عدد واقل عدد مين اكثر عدد والله اكثر عدد 80 هو الفيليبل اناز اقل عدد والله هو ال 40 الهاند بول الفرق بيناتهم والله 80 راح 40 بكل بساطه الجواب 40 Soruları bado, Bir manav 50 kilogram elmanın 15 kilogramının birinci günde, 35 kilogramın ilk iki günde ve geri kalanın da üçüncü günde satmıştı. Akıllı fikir manav, bayağı farklı yani. 50 kilogram defa. 15 kilogramını birinci günde. Bağ, ilk yom 15 kilogram. 35 kilogramını ilk iki günde ve geri kalanını da üçüncü günde. Yani, la bie ha bas tuf, Birinci gün, şu kad birinci gün, valla bağ 15 50 kilo. Muçap? مو الكل عم ينتبه معي ها هاي 15 كيلو طيب بعد شو عم لي؟ 35 كيلو جرام انا الك 2 جوندي واول يومين باع 35 اذا اه. انت اول يوم 15 اول يومين 35 معناتها مبين انت في اليوم الثاني اكينجي جون بعت 20 يعني مره ثانيه ها تنتبه على السؤال نقراه هو عنده 50 كيلو اول يوم باع 15 ممتاز اليوم الاول والثاني الكي كي اول يومين عم قل لي باع 35 إيه انا فهمت عليك انه اول يوم 15 معناتها ثاني يوم 20 هيك صاروا 35 طيب 3 والباقي ايش قد بقي اصلا بقي 15 معناتها 3 جون باع كمان 15 كيلو جرام fe had el <laughs> jadwal bishakl mabda'i 3 günlük elmas satış miktarları daire grafiğinde gösterildiğinde ikinci gün ayet daire dilimini aql iza dajana arsum had ala daire. ya ikinci gün el yom 20 <laughs> kilo ايت ديليميني مركز اتش الدائره المركز الزاويه المركزيه ايش قد راح تكون اها بكل بساطه بقول هدول كلياتهم كم كيلو 50 كيلو جرام 50 كيلو جرام ايش قد راح يساوي هاي راح اكتبها هون 50 كيلو جرام بساوي 360 درجه انا بدي 20 كيلو والله بيساوي اكس طرفين بالوسطين أو بطريقتي هلا رح أحلها بطريقتي السريعة هذا ضرب هذا يساوي هذا ضرب هذا، 50 ضرب اكس يساوي 20 ضرب 360، يعني منقسم على 50، 20 ضرب 360 تقسيم 50. صفر مع صفر راحوا. 20 تقسيم 5 1 و5 تقسيم 5 1 20 تقسيم 5 4 عفوا ها قلت واحد انا 20 تقسيم 5 4 5 تقسيم 5 1 ممتاز بقي لي 4 ضرب 36 على 1 اي 4 ضرب 36 144 يعني الجواب هو جي يعني اذا بدي اجي هلا على الدائره لازم احط زاويه تقريبا يعني هيك ما هي 90 ولا 180 تقريبا بيناتهم هي هيك 144 درجه وهدوك 15 ب 15 رح يكونوا قد بعض يعني رح ينقسم هذه في النص البقيه طريقتي شو هي؟ شو بقى طريقتي انا للدساوية انا اذا بدي استخدم طريقتي اللي حكيت عليها طريقتي شو بتقول؟ بكتب بكل بساطه 50 بيعطيني 360 درجة. بقسم مثلا على 10 بقالي 5 بيعطيني 36 درجة. فيني اختصر أكثر؟ لا والله. ال 5 و36 ما تقسموا، ممتاز، أنا بدي إيش قد؟ شقاد... بدي 20 كيلو، يعني بدي هاد يصير 20 كيلو. واضح ضربت بأربعة. معناتها هاد لازم تضرب أنت هيك ضرب أربعة. ستة وتلاتين ضرب أربعة مية وأربعة وأربعين يعني الجواب نفسه جي فمع عندي هون ستة وتلاتين طالب بيعطوني مية وستين درجة حسب المسألة وعندي في الدائرة دائرة حيطيلي مية وعشرين درجة حيطيلي البرتقالي تسعين درجة هاي مثل ما اتفقنا ديك فمية وعشرين وتسعين بطلعوا ميتين وعشرة معناتها البي اللي هون الزاويه اللي بتبقى هون هي 150 لانه هن بتعرفوا كلهم ايش 360 درجه طيب ممتاز عم لي انا بعد ما تحسبوا لي عدد الطلاب الموجودين اكتبوا لي اياهم الرسمه الصحيحه اين هي راح تكون هلا بشكل مبدئي لاحظوا من دون انا ما احسب عدد طلاب ولا شيء لاحظوا اول شيء الاخضر راح يكون اكثر شيء ليش 150 درجه معناتها الرسمه اللي فيها اخضر اكثر شيء هي لازم تكون صح هلأ الرسمه الاولى غلط ليش الاخضر اقل من الازرق او هذه البنفسجي او الفضي يعني الرسمه الثانيه والله يعني ممكن الاخضر أكتر شيء الرسمه الثالثه جي اكيد غلط الاخضر ما هو اكثر شيء الرسمه دي والله الاخضر أكتر شيء ممتاز لهلا المرشحين يكونوا صح ان بي والدي طيب والله حسب الحكي الدائره كمان انا عندي البرتقالي هو اصغر شيء معناتها الرسم الصح لازم يكون فيها البرتقالي اصغر الشيء، والله فيه البي فيها البرتقالي اصغر الشيء، بس الدي لا، معناتها الدي غلط. معناتها الجواب الصحيح من دون ما احسب شيء على الخالص هو الجواب ب. هم؟ مشان نحله مع بعض؟ معناتها انا عندي المية 100% هدول كلياتهم، اللي 100% يعني،, يعني بعدنا نشوف إجابة الرقم بعتت إجابة تمام المية بالمية هن 360 درجة هلا مثلا جيت لو بدي أحسب اسطنبول مثلا كبداية يعني مثلا هو لازم نحسبهم كلياتهم على أساس اسطنبول هو كان 35 بالمية صح يا ترى كم درجة مشان أعرف أحطه أنا بحط إكس بتعرفوا ناخد طرفين بالوسطين مثلا قول 100 ضرب إكس تساوي 360 ضرب 35 يعني منقسم على 100 x يساوي 360 ضرب 35 على 100 هلا بنختصر قبل ما اضرب الصفر مع الصفر بقى لي 10 اذا قسمت على 5 ضل 2 و35 على 5 بضل لي 7 بس رح اكتبها هون اضبط ستة وثلاثين ضرب سبعة تقسيم اثنين هلا ستة وثلاثين واثنين بختصر على اثنين بضل لي واحد مع معناتها إكس هي سبعة ضرب 18 بضربهم ببعض سبعة ضرب 18 مية وعشرين ستة وعشرين معناتها أول شيء اسطنبول لازم تكون مية وستة وعشرين درجة والله الأ خطأ محطوط مية وخمسين البي مية وأربعة وأربعين غلط الجي ممكنه 126 الدي اسطنبول ما محطوطه فلازم نحسبها والله ما انا عندي 52 زائد 108 بصيروا 160 160 زائد 80 240 240 بدها 360 120 يعني معناتها هذا الدي كمان غلط معناتها الجواب الصحيح هو الجواب جي وماني مضطر احسب البقيه يعني ماني مضطر اروح احسب البقيه خلص من وحده اعطاني الجواب